اسلام، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج العب يا نجم من البيت. اسلام بقى ولا حماده؟ ازيك يا استاذ رامز؟ منور الدنيا والله، وكان نفسي تيجي عندنا هنا يعني في الهرم نعمل معاك الواجب. كنت لسه محمر برجر والله. هقول لك القوانين بسرعه. انا معايا كوتشينه وانت معاك كوتشينه صح؟ اه معايا. لو ورقتك انت اعلى يبقى انت كسبت. هسالك سؤال، لو ورقتي انا اعلى هطلب منك طلب. جاهز؟ اوكي جاهز. أربعة تسعة. كنافه بالقشطه ولا بالريد فيلفت؟ مين يا فندم؟ ريد فلفل. تسعة تمانية. أول طلب معانا النهاردة يا أستاذ لومة، غنينا تتر مسلسل 100 وش. تلعب على مين فوق بابا؟ ما انتش قد ربح مع صبا، احنا نجوم ودماغنا الآن، احنا خرجنا عن السيطرة. جامد. يلا واحد أربعة. سؤال بيقول إسلام، جاهز لدور بطولة ولا لسه تكة؟ جالي دور بطولة وفعلا عملت ده، بس ديجيتال، يعني ما عنديش الجرأة بصراحة ان انا اعمله في التلفزيون او في السينما دلوقتي. تسعة تمانية. طلب كمان، اعمل نفسك بتتكلم في الموبايل، واحدة ست قوية بتقنع صاحبتها ازاي تخلي بالها من الكورونا. الو، اي احلام، اي لومة، ايه يا حبيبة قلبي؟ لا حبيبتي خلي بالك، الكحول ده تشربيه، لا بلاش تجمعات خالص عشان ما تلقطيش الفيروس. ان شاء الله كلكم عندي يوم الجمعه باذن الله. انا عازمه ناهد وعازمه عايده وعازمهم كلهم باولادهم. يلا سامي، بس ايه رايك؟ دور بتحلم انك تعمله؟ انا نفسي اعمل دور واحد شرير، حتى لو هلعب في وشي بطريقه معينه بالميك اب. ونفسي اعمل دور حد من ذوي الاحتياجات الخاصه. سؤال بقى محرج شوية، أكتر حد بيضحكك في فريق أسد الكل؟ كلهم بيضحكوني، بس أكتر حد بيضحكني ميسي. حلو. يلا حب، غنينا أي حاجة لعبد الحليم بالدمياطي. بحلم بيك، أنا بحلم بيك، وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي اني احلم بيك، انا بحلم بيك. الله الله. اغرب موقف حصل لك مع معجب او معجبة كان ايه؟ شوية شباب كده عرفوني وانا كنا في السينما، اتصوروا معايا واحنا بنحبك قوي وبنشوف اس ان ال وبتاع، قلت لهم ميرسي يا شباب وبتاع. من جه اتنين تانيين، عارف انت ساعات يحصل لما كده، في ست واقفه كده كانت واقفه تبص من بعيد قوي وعندها فضول كده، فجت اتصورت معايا. المهم اتصورت معاها، بعد ما اتصورت معايا قالت لي حضرتك مين بقى؟ قلت لها طب يعني طالما حضرتك اختصار فاهم؟ طبعا مت من الضحك. 10 6 طلب، الحظر بيطلع من الناس حاجات غريبة جدا، يا ترى الحظر طلع منك ايه؟ برسم، بطبخ. بترسم؟ وريني طيب بترسم ايه؟ شوف يعني في حاجات رسمتها قبل الحظر وفي حاجات في الحظر، دي اهي. قول والله. والله استنى، هما ثلاث طبلوهات كده. نفس الرسمة يا اسلام، انت هتشتغلني. بص رسمت بوجي وطمطم عشان رمضان. ده بوجي. انت بترسم حلو والله، جامد. ودي طمطم. والله تسلم ايدك. اخر علقه خدتها كانت بسبب، بص انا كنت بتضرب كتير قوي وانا صغير قوي، يعني بابا يمكن ضربني في حياته مثلا مره، انما ماما كانت بتصبحني بعلقه وتمسيني بعلقه. لو ما كنتش مثلت كان زمانك بقيت اخصائي تخاطب. انا فعلا كنت بشتغل اخصائي تخاطب قبل التمثيل، وكنت بحب شغلي جدا. اخر حكم معانا النهارده، معلش يا اسلام احنا عارفين انت صايم، اعمل لنا 10 ضغط معانا. لا الفرهضه دي بقى. واحد اثنين ثلاثة. ايوه مش الجد ده. اسلام لومة او حمادة، شكرا جدا، انبسطت معاك النهارده، نورت برنامج العب يا نجم من البيت. كل سنة طيب ورمضان كريم. رمضان كريم عليك يا رامز وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا، ويا رب يبقى دمنا خفيف كده على قلوبهم ونعرف نسليهم فعلا.